اول حاجه ممكن نتكلم فيها في نمط الحياه الصحي عشان ننزل في الوزن، نقدر نقول النظام الغذائي الصحي. النظام الغذائي الصحي اللي هو المتوازن المتنوع المتكامل اللي بيحتوي على كافه العناصر الغذائيه. هقولهم بشكل سريع ونمسك حاجه حاجه بشكل بسرعه كده. ما نقول نظام غذائي صحي يعني فيه سبع حاجات رئيسيه. نتكلم عن ان يبقى فيه الكربوهيدرات، في الفات، في البروتين، في الفيتامينات، في الاملاح المعدنيه، في الفايبر اللي هي الالياف، في الميه.